تتواصل الجهود المصرية بمحافظة شمال سيناء لدعم الأشقاء الفلسطينيين من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من خلال المسارات المختلفة. ويأتي مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش ضمن هذه المسارات، حيث يقدم هذا المكتب الدعم والمساندة لمرافق الجرحى المصابين وتلبية متطلباتهم وسط خلية نحل تعمل من المتطوعين المصريين والعالقين الفلسطينيين. المزيد يطلعنا عليه محمود جميل مراسل التلفزيون المصري في العريش. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية الكبيرة المقدمة للأشقاء الفلسطينيين. المسارات الكبيرة والكثيرة التي حددتها مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، سواء فيما يتعلق بإرسال المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا واستقبالها أيضا من الدول المختلفة واستقبال الجرحى والمصابين. في هذه الخدمة تحديدا سنتحدث عن الخدمات التي تقدم للجرحى والمصابين من خلال هذه المساحة التي خصصت لهم في مستشفى العريش، وهو مكتب خدمات المواطنين. هذا المكتب الذي يكرس كل مجهوده لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين المرافقين للحالات المصابة عندما يأتون إلى مستشفى العريش، يتوجهون على هذه الخيمة ليتم تلبية متطلباتهم، سواء بتقديم الخدمة الصحية لمصابيهم والجرحى أيضا، أو حتى لتقديم الخدمة الغذائية بتجهيز عدد من الوجبات الغذائية أو حتى تجهيز عدد من الملابس وأيضا المستلزمات الطبية المختلفة ومستلزمات العناية الشخصية خاصة للأطفال والألبان المتعلقة بالأطفال. هذه الخيمة يتواجد بها عدد من المتطوعين، سواء كانوا من المصريين أو حتى من إخوانهم الفلسطينيين العالقين، الذين أيضا يقدمون كل الدعم والمساندة لأشقائهم من خلال الدعم النفسي الموجود هنا للأطفال ولأسرهم، وأيضا من خلال التطوع في تلبية متطلباتهم. عندما التقينا بعدد من الفلسطينيين من الأسر والأطفال، وجهوا كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الدعم والمساندة وأنواع الدعم التي تقدم للأشقاء الفلسطينيين، سواء هنا في مستشفى العريش أو حتى في أماكن إقامتهم في عمارات السبيل. ويعني عبروا عن مدى الاهتمام المقدم من كل الأجهزة التنفيذية الموجودة وأيضا من منظمات المجتمع الدولي من المجتمع المحلي المصري. إذن هذه المساحة وهذه الخيمة لازالت تتواصل منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في استقبال المصابين والجرحى والعالقين وتقديم كل الخدمات التي يحتاجون إليها من الملابس ومن الأكل ومن أيضا الرعاية الصحية المتكاملة. هذه هي الصورة اليوم من داخل مستشفى العريش ومن مكتب خدمة المواطنين. عودة إليكم مرة أخرى.